مرحبا بكم. قد تكون الكذبة صغيرة وغير مهمة، لكنها تتكرر بمرور الزمن وتنتشر حتى يصدقها الجميع. هناك العديد من الأشياء دائما نفكر هل هي حقيقية أم كذب. توجد أشياء نحن واثقون من أنها كذب ولكنها في الحقيقة صدق، وأشياء نظن أنها حقيقية وهي كذب. هكذا حياتنا عبارة عن كذب. أنا متأكد أنكم سوف تندهشون بما سأخبركم به في هذا الفيديو. إليكم 10 كذبات تثبت أننا خدعنا طوال حياتنا. أولاً، الخفاش أعمى. الخفاش لديه طريقة مميزة في الطيران، ولكن ليست هذه فقط الميزة الوحيدة للخفاش. الخفاش لديه القدرة على الرؤية في الظلام، فهو ليس بالأعمى، يمكنه أن يرى الأبيض والأسود. الخفاش يقوم بإرسال موجات صوتية، وعندما تصطدم بشيء ما تعود إليه فيستطيع بذلك تكوين صورة للمكان. إذا كنتم تعتقدون أن الخفاش أعمى، عليكم أن تفكروا مرة ثانية في هذا. ثانياً، ألبرت أينشتاين كان طالباً فاشلاً. سمعنا الكثير من الحكايات بأن ألبرت أينشتاين، عالم الفيزياء المشهور، كان طالباً فاشلاً في المدرسة. هناك نزاعاً كبيراً حول هذا الموضوع، واستخدمت الكثير من الأدلة لإثبات ذلك، وكانت النتيجة أن هذه كذبة وليست حقيقة. وطبقاً لما قاله في المتحف التاريخي للطبيعة في أمريكا، أنه لم يفهم الدروس في المدرسة لأنه كان أذكى من الناس العاديين، وكان هذا الدرس في مستوى أقل من مستواه. أما الكذبة الثانية، أنه في سن 16 لم ينجح في تخطي امتحان القبول بثالث مدرسة. نعم، هذا حقيقي، لكنه تمكن من تخطيه فيما بعد. ثالثاً، التخلص من صوت السلاح عن طريق كاتم الأصوات. كاتم الأصوات آلة مفيدة لأنها تقطع صوت الأسلحة، وحتى أنها تجعل صوت طلقات النار قريبة المسافة منعدمة، وعلى الأقل هي كذلك في أفلام ومسلسلات المافيا، ولدرجة أننا كنا نعتقد ذلك منذ زمن بعيد. أجل، مثل ذلك، فكاتم الصوت يمنع جزءا فقط من صوت الطلقات، وعند إطلاق النار تتعدى المقذوفة سرعة الصوت، ولا يوجد كاتم للصوت يستطيع أن يمنع صوتها تماما. والصوت الذي يتم منعه يتغير من سلاح لآخر، وخاصة عند إطلاق النار بواسطة آلات السلاح الكبيرة، فإنه ينتج عنها صوتا هائلا. لكن كاتم الصوت له فائدة بنسبة ما، ويمكنها التخلص من جزء بسيط من الضوضاء التي تتسبب بها الأسلحة. رابعا، يمكن لقطعة مال معدنية ملقاة من أي مبنى التسبب في مقتل شخص ما. يوجد العديد من الأشخاص الذين يصدقون أن ذلك حقيقة، لكن لا يمكن لتلك القطعة المعدنية قتل شخص ما إذا تم إلقاؤها من مبنى طويل، وذلك نتيجة أنه مهما كان طول البناء فلا يمكن لتلك القطعة المعدنية أن تصل للسرعة التي تمكنها من قطع جمجمة الإنسان، لأن قطعة المال المعدنية ليس لها قوة ديناميكية مختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن قطرات المطر تسقط من مسافة طويلة للغاية، ولكن هل سمعنا قبل هذا عن شخص توفي جراء سقوط قطرات مطر على رأسه؟ لا، وعلى أي حال لا تقوم بإسقاط قطعة مال معدنية على رأس أي شخص حتى لا تخسروا أموالكم أو الناس. خامساً، نأكل العنكبوت أثناء النوم. يوجد العديد من الناس الذين سمعوا عن حكايات الحشرات والعناكب أثناء النوم. يقول أحدهم أنهم 9، ويقول آخرون أنهم 10، لكن دائما ما يتغير هذا العدد. حسنا، هل هذا حقيقيا؟ هل يمكن أننا أكلنا ولو عنكبوتا واحدا طوال حياتنا؟ قام مراسل قناة البي بي سي هارين كوز بإجراء مقابلة صحفية مع أخصائي الحيوانات اللافقارية لحديقة الحيوانات في لندن، وقام بتوضيح أنها عبارة عن خرافة، لأن العناكب لا تغامر أبدا بالدخول إلى فم الإنسان. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هو السير على وجوههم، ويمكن أن تقوم بقرصة صغيرة، والحقيقة ليست أننا نأكلهم، بل هم من كانوا يقومون بأكلنا. سادسا، الكرة الأرضية مستديرة. أما المعلومة الخاطئة هذه تقول أن الكرة الأرضية مستديرة. بالطبع، إذا كنتم ممن يظنون أن الأرض مستوية فهذا موضوع آخر. يقال أن الكرة الأرضية تظهر دائما على شكل كروي أو دائرية، وهناك تعليقات كلاسيكية على أنها مقعرة من ناحية القطبين ومنتفخة عند خط الاستواء، ويسمى ذلك بالجيود. لكن في الحقيقة فإن الكرة الأرضية ذات غلاف قطني غير منتظم وغير متساو، وبنسبة كبيرة فإن الكرة الأرضية تشبه البالون أو الكمثرى أكثر من الكرة. مثل ذلك بالضبط. سابعا، الكحول يتسبب في قتل الخلايا العصبية. قد يتسبب الكوكايين والماريجوانا في قتل الخلايا العصبية، لكن الكحول مختلف عنهم. نعم، ما سمعتموه صحيحا، ولكن بالتأكيد هو مضر، وقبل كل هذا فهو محرم في الإسلام.
في عام 2005 في استراليا أثبتت بالأبحاث أن النسبة المئوية للتوعية من تقليل شرب الكحول زادت. شرب القليل من الكحول له تأثيرا سلبيا على الخلايا، وشرب الكثير قد يتسبب في تدمير الخلايا. ثامنا، الثور يكره اللون الأحمر. لقد شاهدنا دائما في أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الأخرى أن الثيران لا تحب أي شيء لونه أحمر، ودائما ما تثور تجاه أي شيء لونه أحمر، ولكن ما نفكر به خطأ. فاللون الأحمر لا يثير غضب الثور، فهو أصلا لا يعرف ماذا يكون اللون الأحمر، لأنه مثله مثل الكثير من الحيوانات، لديه عمى ألوان تكون هنا، وغالبا ما يحركه هي حركات المدرب. أما عن سبب اختيار اللون الأحمر، لأنه قادر على حجب الدماء التي قد تنتج من هجوم الثور. تاسعا، السحب ليست ثقيلة. حسنا، يمكن أن تكون السحابة خفيفة، ولكنها أيضا في بعض الأحيان تحمل بداخلها ماء. لنجري عملية حسابية صغيرة، إذا كانت السحابة على شكل مربع محيطه 1 كيلومتر، ستتشرب تقريبا 3 ستون من المياه. ومن الجدير بالذكر أن الستون هي وحدة قياس للكتل وتساوي 14 رطلا، ولكن كيف تمطر السحب في مناطق ومناطق أخرى لا يوجد بها مطر؟ ذلك لأن الكتلة تتغير، وهذا سبب هطول الأمطار. عاشرا، الشمس لونها أصفر. عندما نرسم الشمس يلونها الجميع باللون الأصفر أو البرتقالي، لأن الجميع يتوقع أن الشمس لونها أصفر. نعم، فنحن نراها في كل مكان بهذا اللون، ولكن في الحقيقة أننا مخطئون، فالشمس ليست صفراء حولها. والسبب في رؤيتنا لها بهذا اللون هو انعكاس الشمس على الغلاف الجوي الذي نعيش بداخله. الشمس في الحقيقة يمكن أن نرى فيها كل الألوان، ولكن في النهاية هي لونها أبيض. إذا كان لديكم شك حول هذا الموضوع، يمكنكم الاطلاع على صور الشمس من خارج كوكب الأرض حتى تتأكدوا. وفي النهاية، ما هي أكثر كذبة كنتم تصدقونها؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.